كما أنك تسعد بكلمة جميلة فغيرك أيضا يسعد بها، فلا تبخل بها على أحد. وكما أنك تتأذى وتتألم بكلمة فغيرك أيضا يتأذى ويتألم بتلك الكلمة، فأقصى ما تفعله هو أن تحفظ لسانك عن الناس. لا تحتقر أي فكرة أو رأي تقدمه للناس، فلعل أثره الإيجابي يفوق الخيال لا تتصوره. يقول الله سبحانه وتعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. كان مجرد اقتراح فقط، لكنه غير مسار التاريخ.